وإذا اشرأبت الأعناق نحو أبي عبد الله الحسين وهو ينادي أيها الناس خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جهيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي. ترى مو أنا أقرأ هاي الحسين، هاي كلام الحسين جاي يقرأ يفصل ما يجري عليه من بعد ما يطلع من مكة. وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا فيأملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت. نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين ألا فمن كان باذلا فينا مهجة موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معي فإني راحل مصبحا إن شاء الله. أدلى يا بخطبته التي أدمت مآقي كل مقلة وعلى الضجيج من الحجيج فرنة في جنب عولة ما راعه الحسين إلى العراق يسوق رحلة وإذا بالحسين يطوف حول البيت وينادي بتلك التلبيات كما يقال لبيك اللهم لبيك لبيك بذبح رجالي لبيك لبيك بحرق خيامي لبيك لبيك بسبي نسائي لبيك لبيك بحجر أبو الحدود لبيك لبيك يا ربي عن جوارك أنا ما أطرد لبيك يا ربي يذبحون رجالي وظل ما أفرد لبيك أنا خايف وكل الناس مأمون هذا جوابك لبيك أنا خايف كل الناس مأمون لبيك انا حسين الصبط وانت العالم بحالي لبيك في مرضاتك يذبحون لي اطفالي ولبيك انا خايف وكل الناس مأمون لبيك واقبل تلبيات بذبحة الأبطال لبيك حتى الشمر يصعد صدري بلنع لبيك أنا خايف
وكل الناس مأمونة يوم الذي راعي الشيء كل فارد وجحد قبل عد زينب مبتس عباس راع علم قال لها يا ظنوة قالت لا خويا ما احملي يا هو الذي يتكى قال لها عينك بشير امرتني ودني تمثل طلع عين عباس يحادي والضاع ضجه لاهي وطلع الحسين وتحركت الضعينة وإذا بالصوت من خلف الحسين أخي أبا عبد الله في أمان الله ودعتك الله يا حما خايف يا صندي قل لي يا ابو السجاد وين تعيد صوتك شباب لا وين قاصد يا عظيم بهالضعي غصبا علي ارجع بلايا كلمتي وانظر بيوتك خالية وبنتك حسي اسكن المدينة من بعدكم صاير مشي قال لي انا ادري قلبك من الوجد مجروح لكن عقب حجك يا خويا سافر وروح سجت بواجب انت اخوك وخفف النو والخبر عنكم من طرفنا ما هو بعيد كان انتصرنا يجي مكتوب السلام وينك عوده كان انتصرنا يجي مكتوب السلام وكان ندبحنا لازم يترد هاليت بيني وبينك حمرة الدنيا على وافعل يا خويا من البواجي كل ما تريد اين الصارخون وحسينك